له تأثير مباشر وكبير جدا، باعتبار أنه هو العارض الوحيد اللي للعملة الأجنبية في ليبيا، هو البنك المركزي، أو هو من يقدم هذه الدولارات في الاقتصاد الليبي هو البنك المركزي. لا توجد مصادر أخرى، لا توجد أي عمليات يمكن من خلالها توريد عملة أجنبية أو استثمارات أو ما إلى ذلك، يمكن أن هي تشكل يعني ضلع آخر يساهم في توفير العملة الأجنبية في الاقتصاد الليبي. على كل حال، يعني محافظ البنك المركزي إذا كان الحقيقة في تقديري أنا هو جاد في مسألة تعديل سعر الصرف، كان يجب عليه الأولى أن هو استمر في المسار الذي تم الاتفاق عليه سابقا، وتم بموجبه إجراء تعديل في سعر الصرف. في آخر تعديل لسعر الصرف تم اتفاق معين، وكان عبر مجلس إدارة البنك المركزي، ربما هذه المرة النادرة اللي اجتمع فيها البنك المركزي بعد فترة طويلة من الانقسام، وتم الاتفاق على تعديل سعر الصرف، ووضعت آلية للتعديلات القادمة بحيث يكون هناك لجنة، وهذه اللجنة تجتمع ويصل يعني عملية تخفيض متدرج حتى يصل إلى سعر توازن. نعم وبدوا عند سعر مرتفع جدا، باعتبار أن هذا السعر يحقق أهداف معينة، منها سحب جزء كبير من الفائض السيولة، وبالتالي يسير بشكل متدرج في شكل دفعات على كل 6 أشهر أو 3 أشهر وما إلى ذلك، ويصل إلى سعر توازني ربما يعني يتفقون عليه. ولكن في الأغلب كان هذا السعر حسب حتى التوقعات أنه هو يقل عن 3 دينار للدولار. ولكن هذا المسار تم إيقافه من محافظ البنك المركزي نفسه، وبالتالي يصبح الأمر الآن الحديث عن محاولة دغدغة العواطف بتعديل سعر الصرف تصبح الحقيقة كلام في تقديري يعني، ومن ناحية اقتصادية لا معنى له.